باشا. بقول لك ايه؟ انا عايز اركن جنب عربيه الست فيفا. اهي يا باشا تعالى هنا. استنى. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. تعالى يا باشا، تعالى. تعالى. نظف لي العربية من جوه. عينيا. وانا هشوفك وانا خارج. عينيا يا باشا، عينيا. بقول لك ايه؟ عينيا. ماشي يا باشا، عينيا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، اتفضل. على حسبي وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. على حسبي وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات 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 حكايات. على حسبي وداد قلبي، على حسب وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للسن سلامات. ضيعت علي العمر يا ابويا وانا ليا معاك حكايات 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 حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا موال موال الصبر هداك وانا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباك. موال موال الصبر هداك من يوم الحب بغى وانا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباك. وانا صابر عالمقسوم يمكن يرجع لي في يوم، وانا صابر عالمقسوم يمكن يرجع لي في يوم. ويكون معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا مالك؟ لا لا ابدا، مفيش مفيش. حضرتك تحب تشرب ايه؟ حضرتي حضرتي اشرب شمبانيا. استغفر الله العظيم. ايوه سعاده الباشا، اي خدمات؟ شمبانيا للهانم وانا ليا شاي بحليب. مش تحت امر سعاده. اي اوامر ثانيه؟ يعني الشاي بالحليب ده انا يعني متعود اشربه كل يوم قبل ما انام.
زفت يا فهمي يا فهمي. ايوه يا ست فيفي. ايه اللي نايم العجل كده؟ هو مش عارف والله يا استهان. يعني ايه مش عارف؟ وما توقف هنا تعمل ايه؟ تلاقي حد من العيال عملها وكل ليله على كده لما زمان اشتكت. ايه حصل ايه يا هاني؟ يعني ما انت شايف الاربع فرد والعربيه نايمين. يعني يجوز حضرتك ركنت في حته كلها مسامير. معلش حصل خير. ايه راي حضرتك انا اوصلك معايا؟ عاجبك كده؟ اتفضل غور من قدام. انا مضطريه ان حضرتك توصلني. ده شرف كبير ليا يا فندم. انت هتنور العربيه وصاحب العربيه. أنا لو زعلت من ستات الدنيا كلها مستحيل أزعل منك أنت. أنا أصلي كنت خايفة أركب معاك. خايفة ليه؟ أصلي ما أعرفكش كويس وأنا ما تعودتش أركب مع حد ما أعرفوش. طب بعد ما شربنا الشاي بالحليب والشمبانيا لسه خايفة مني؟ إيه رأيك بقى نتعشى عشان نبقى أكلنا عيش وملح مع بعض وما تخافيش تاني؟ أصلي كنت خايفة تاخدني في حتة مقطوعة وتقولي هاتي بوسة. بوسة؟ لا قتلك. انا لو قتلت الجمال ده هيبقى فيه ست واحده جميله في الدنيا دي كلها. اطمني انا معروف قوي والناس كلها تعرفني كويس. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في العطاره. هتلاقي محلاتي في الجماليه والتربيع. انت تروحي هناك بس وتسالي عن محلات الحج صالح للعطاره. انت تعرف يعني لسيف العطار؟ أقرب له؟ ده أخويا وشريكي. أخوك وشريكي؟ أمال ليه بيقول المحلات دي كلها بتاعته لوحده؟ سيف أخويا ده دايماً هجاز كده. شوفي المحلات دي أنا ورثها أنا وهو من أبونا الله يرحمه الحاج صالح. بس أنا ليه محلاتي بتاعتي. تاخد كاس معايا؟ ما أنا قلت لي أنا ما بشربش غير شاي وقرفة وكركديه وحلبة. يعني مالكش مزاج بقى؟ مين اللي قال؟ هم دول مزاجي. انت غير سيف خالص. لا سيف اخويا ده متربي على الدلع عشان كده ملوش في التجاره. هو ليه بس في الجري ورا الستات. اي واحده يقابلها يتجوزها. بقت شغلته الجواز والطلاق. وانت بقى شغلتك ايه؟ انا ماليش غير في التجاره. يعني متجوز ولا مطلق؟ أنا متجوز. ياه إيه التنهيدة الكبيرة دي؟ يبقى أكيد بقى مش مرتاح. ومين مرتاح في الدنيا الغريبة دي يا ست فيفي؟ عشان كده بقى أنت كل ليلة ورا الستات في الكباريهات؟ مش هتصدقيني النهاردة تاني ليلة أخش الكباريه بتاعك أنت بالذات. عارفة ليه؟ لأن يعني لما سمعت عنك وعن جمالك قلت يمكن دي اللي تقدر تنسيني. انسيك ايه يا عبدو؟ حكايه طويله من زمن. يعني حكايه حب قديمه كده قلبي اتشرخ فيها. ازاي؟ احكي لي. واحده كنت بحبها قوي وللاسف ما حصلش نصيب. من ساعتها وانا بدور على تقدر تعوضني مش لاقيها. مش لاقيها ولا مش عايز تلاقيها؟ وعلى فرض اني لقيتها يعني هيحصل ايه؟ انت ناسي ان انا راجل متجوز؟ امال يعني؟ فاهم انت عايزه تقول ايه. انا بصراحه من ساعه ما شفتك حسيت ان في حاجه بتشدني ليكي رغم انك رقاصه. ما تزعليش مني. يعني انت بترقصي قصاد رجاله غرب ولابسه بدله رقص عريانه. هي مش عريانه قوي لكن بدله رقص يعني. لكن انا مش عارف ليه حاسس انك انسانه شفافه قلبك مليان حب بس مش عارفه الحب ده يروح لمين. انا اول مره اسمع الكلام ده. انا اسف لو كنت ضايقتك. خالص يا عبدو بالعكس انت كلامك ريحني قوي يا عبدو. طب ما تاكلي.
لا خالص، انا اكلت كتير. طب يعني ما تحافظي على صحتك كده وتقللي شرب شويه، انا مش عارف ليه انت بتشربي من اصله. يا ريت اقدر اجاوب على السؤال ده. الو، ايوه ام شلبي، الحمد لله كويس يا ست. خلاص بقى كفايه سلامات. ست فين؟ ازاي؟ انا اتصلت بيها قالوا لي انها خلصت نمرتها من اكتر من ساعه كده. لما ترجع خليها تتصل بيها ضروري. مع السلامه. بتاعتك القرف. سيف ده اخويا الصغير، وابويا الله يرحمه الحاج صالح وصاني عليه قبل ما يموت. بس هو غريب يعني، مستلف مني لغايه دلوقتي فوق النص مليون جنيه، يعني نص ثروته صرفها على الهلس والنسوان. هو ما جابلكش سيره انه هيتجوز؟ هو ما جابليش سيره الحقيقه، بس انا سمعت كلام كتير يعني. مره سمعت ان امه عايزه تجوزه واحده غنيه عشان فلوسها، بعدين مره هو قال لي انه اخيرا لقى واحده سقع عندها فلوس متلتله بتكسب في الليله 1000 جنيه، قال لي دي بقى هتعوض كل اللي صرفته قبل كده. اه والست دي ما تعرفش بتشتغل ايه؟ هو ما قاليش يعني. بس انت مهتمه ليه؟ لا لا ابدا، انا بس عايز اعرف عنك انت كل حاجه. انا مبدأي في الحياه داعي الخلق للخالق. وانا كمان يا عبده. يا سلام يا سلام يا سلام. عبده، قولي تاني عبده. عبده. آه طيب خلاص بقى، بس انا مش بعكس يعني اما بسمعك بتقولي عبده بحس ان انا يعني زي ما كنت سمعت اغنيه من الست ورده التونسيه. اسمها ورده الجزائريه. يعني ما هم جيران. دمك خفيف قوي يا عبده. انت اول واحده تقول كده، كلهم بيقولوا عليا دم تقيل واخد الدنيا جد. ليه يعني؟ هو الراجل لازم يبقى مسخره عشان يعجب؟ خليك كده يا عبده. تاني عبده. اقول لك سر؟ قول يا عبده. انا مش مصدق ان انا وانت قاعدين جنب بعض كده نتكلم ببساطه. أنا ولا في حلم يعني. اوعي تكوني ضحكتي عليا وشربتيني حاجة أصفر.